بما اننا بقى وصلنا للحديث عن المشير، عايزه اعرف، وكتاب حضرتك ده لسه يعني صدر امبارح، هل اديت نسخه المشير امبارح؟ بعت له نسخه. بعتها له ولا اديتها له؟ تفرق. لا انا بعتها له امبارح في البيت، لانه يعني ما كانش لا بشوفه طبعا، بشوفه في الجامع لما بروح اصلي مع الجمعه. شفته فين اخر مره؟ شفته في الجامع يمكن من حوالي شهر ونص. من حوالي شهر ونص. لكن عاده بتقابله فين غير المسجد؟ بس في المسجد، هو في مكان في المسجد هناك بيقعد فيه بعد الصلاه بشوفه، وفي المناسبات العامه وفي المناسبات الخاصه دايما. طيب اتكلمت معاه في اوضاع البلد حاليا، يعني ايه رايه في اداء الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ لا الحقيقه ما اتكلمش، لكن انا اتكلمت معاه ايام ما كان محمد مرسي موجود. رحنا قعدنا مع بعض وقعدنا نتكلم عن الوضع في مصر وعن دور مجلس القوات المسلحه في الفتره دي، وقال يعني انه لو الجيش لو استجبنا لمحاولات جرنا الى الصدام مع الشعب او مع المتظاهرين في هذا الوقت، ما كنا سبقنا بكتير ليبيا وسوريا. وانه يعني الحكمه في اتخاذ القرار والاداره الجيده لكثير من المواقف اللي كانت دايما يعني عرضه للانتقاد عن الكثيرين، خلت المشير طنطاوي الحقيقه ينجو من هذا الشرك الذي وجد او اوجد له حتى يقع فيه. الحقيقه كان فاهم واعي كويس قوي حجم المؤامره وابعاد المؤامره واطراف المؤامره. هو فعلا المشير طنطاوي زار الرئيس الاسبق مبارك؟ هكذا قيل، وانا اعتقد هو صاحب الكلام في هذا الامر ولست انا. لا بس ما سالتوش حضرتك، مش ممكن يفوتك السؤال ده. لا ما سالتوش، لا ما سالتوش. ما يفوتكش السؤال ده. لكن المشير طنطاوي انسان. إنسان بمعنى الكلمة، يعني تتصور أنه لو زاروا فزاروا بدوافع إنسانية. إنسانية بالأساس. طيب عايز أسأل حضرتك برضو رأيه في أداء رئيس عبد الفتاح السيسي وفي المرحلة اللي بيمر بيها. أعتقد أنه في يوم من الأيام لما المشير مشي والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي راح له في وزارة الدفاع وقال له أنا ما كنتش أعرف أنه مرسي خد القرار ده بالشكل ده، يعني ساعتها احتضنوا المشير طنطاوي وقال له أنت ابني وأنت أكثر من أأتمن على الجيش المصري.